غرفة الأخبار مع هارون الرشيد. حياكم الله. من بالفعل لديه مخاوف حقيقية؟ اتحاد القوى الذي يريد أن يعاقب المسيئين من الحشد الشعبي أم قيادات الحشد الشعبي التي استشعرت خطورة موقفها بعد انتهاء عمليات التحرير؟ مخاوف متبادلة بين المعلن وغير المعلن، لكن تبقى نتيجتها صراع سياسي، ربما إعادة علاقة الشركاء حتى قبل المربع الأول. أما أمنيا فهجوم سامراء استهدف مرقد الإمامين العسكريين، والتفاصيل في المحور الثاني. أما ضيوفنا لهذه الليلة، النائب عدنان الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، السيد صفاء التميمي القيادي في سرايا السلام. مخاوف سياسية متبادلة والشراكة في مهب رياح قانون الحشد الشعبي. ما هي تفاصيل هجوم سامراء وكيف تم التخطيط لتفجير المراقد هناك؟ كشف اتحاد القوى عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني تطمينات حول قانون الحشد الشعبي، واكدت قيادات الاتحاد ان التطمينات التي وصلت من القائد العام للقوات المسلحه والتحالف الوطني تركزت في ان لا يفلت احد من قام بجرائم من المندسين في الحشد الشعبي خلال عمليات التحرير من تنظيم داعش الارهابي، وان جوهر النقاط الخلافيه التي تحدث عنها اتحاد القوى هو ان لا يكون قانون الحشد الشعبي غطاء قانوني لكافة الجرائم التي رافقت عمليات التحرير. في هذه الأثناء أكدت مصادر من داخل التحالف الوطني مناقشة مقترحات السيد مقتدى الصدر بشأن قانون الحشد الشعبي، وتحدث بعض أعضاء التحالف عن السياء واعتراض الهيئة العامة لعدم طرح الصدرين المقترحات داخل التحالف قبل توزيعها على الرئاسات. وللحديث عن كل هذه التداعيات انضم معي هنا في الاستوديو النائب عدنان الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون. حياك الله سيد. سيادة النائب من جديد، خلينا نبدأ من علاقتكم بالشركاء، وأقصد القوى السنية. ردت توصلهم رسالة أنه بطريقة إقرار قانون الحشد الشعبي أنه إحنا ترى بالمستقبل كل شيء نقدر نسوي، وهي قوتنا وهذا ثقلنا. يعني شكرا جزيلا لك ولقناة الرشيد والمشاهدين، وتحية للجميع. بصراحة مو هاي الرسالة المقصودة أو المطلوبة. لو هاي الرسالة اللي نريد نوصلها كان ماكو داعي للحوارات اللي تمت بين الفرقاء السياسيين، بين الكتلة الشيعية والكتلة السنية الأخرى اللي موجودة، ودامت حوالي أسبوعين تقريبا وتوضحت كل النقاط اللي موجودة. يعني مخاوف الفريق الآخر أو الأخوة السياسيين الفرقاء من قانون الحشد الشعبي بصراحة يعني كان بيها شبه، ما أقول هسه مجافات أو عدم تقدير حتى لجهود الحشد الشعبي مع الأسف. يعني بالوقت اللي أبناء الحشد الشعبي ورجال الحشد الشعبي يقومون بمهام عسيرة جدا، حتى يعني خدمة العوائل النازحة وخدمة الأطفال، هذا اللي يصعد المرأة الكبيرة على ظهره، وهذا اللي يشيل الطفل، وهذا اللي يجيب المي، وهذا اللي يعبر يجيب الطفل ويضرب قناص، وهذا هاي المشاهد الفداء ها اللي قاموا بها رجال الحشد الشعبي المفروض تقدر من كل فرقاء السياسيين. يعني حتى الدول الأوروبية لما كانت تعارض في البداية، كثير من مواقف الدول الأوروبية وأمريكا في البداية كانت تتهجم على الحشد الشعبي. تبدلت الصورة شيئا فشيئا فشيئا. يعني الأولى أن الفريق السياسي والفرقاء السياسيين اللي موجودين ويانا ويشاهدون صور التضحية والإيثار من أبطال الحشد الشعبي على الأرض وعلى الميدان، ويسمعون أهلهم وأبنائهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم وكبار السن يتحدثون عن بطولات هذه، من يشوفون كل هذا، هذا المفروض بصراحة يتنازلون عن أي كل شيء مقابل هذه الجهود وهذه الدماء وهذه التضحية. إذا أكو شيء خايفين من عنده، شيء وصل لهم أنه أنتم بهذه الطريقة الحشد الشعبي، يعني هم من شافوا هذه القضية قالوا حصنوه،
بالتالي هم ضامين شيء للحج الشعبي، انتم استشعرتوا هذا الشيء الضامي اليه؟ هم الاخ الزملاء السياسيين اللي موجودين عندهم قانون الحرس الوطني. زين، قانون الحرس الوطني احنا اختلفنا وياهم بانه حول النسب وحول المحافظات وحول ارتباطها وحول ادارتها وحول لمن تعود، وانتهى موضوع الحرس الوطني وتجمل، يعني جابوا قانون الحرس الوطني يريدون يطبقوه مره ثانيه مع قانون الحج الشعبي، وهي مو صحيحه. يعني هذا قانون الحرس الوطني تشكل انت تشكيلات، اما الحج الشعبي انت تعالج حاله موجوده على الارض، حاله صار لها سنتين دماء وشهداء قدام جمهورهم وقدام ناسهم، ما يقبلون تخلوهم قدام امر الواقع. والله والله لو تسال الجمهور مالتهم زين، والجمهور السني اللي يقول لك انا افدي الحج الشعبي بروحي من خلال البطولات اللي قاموا بها، اقول لك هو من اللي جاي يوصل الان الى عوائلهم؟ من اللي جاي ينجي عوائلهم؟ من اللي جاي يصون عوائلهم؟ من اللي جاي يصون الاعراض غير الحج الشعبي؟ زين، هم سياسيين هنا قاعدين وهم ذاك يقاتلون وقت مو غنائم، بس وقت ما يريد نقر قانون لهم يحميهم او يأطر عملهم ويسيطر على عملهم ويشذب ويهذب عملهم ايضا. القانون مو بس مكاسب بي. زين، يعني هاي الخوف راح اجي من الحصانه اللي على الحصانه اللي طاها القانون. وين حصانه؟ راح اجي هو يعني التحصين بالنسبه لها حتى لمستقبلهم، انتم تقولون هو ضمن حقوق القانون، هم يقولون حصنهم قانونيا، لكن خليني هسه راح اجي على هالموضوع. بالتالي هذا القانون راح يكون جزء من خطوات مستقبليه يمكن انتم تسووها، لانه القضيه مو سهله من يطلعون يقول كل الشراكه السياسيه انضربت، العمليه السياسيه أولاً، تحالفاتنا. اولا احنا بلد ديمقراطي، والديمقراطيه هاي 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 مبدا الديمقراطيه حكم الشعب، وحكم الشعب ان اكثر الشعب يحكم وبالتالي يراعي الاقليات هاي اللي موجوده، هاي في مفهوم الديمقراطيه. زين، في مفهوم الديمقراطيه احنا اغلبيه تمام، ولكن احنا الاغلبيه اللي موجودين في هذا البلد جاي نتنازل لاخواننا من اجل ان تسود العمليه السياسيه وان تستمر العمليه السياسيه وان يسود التفاهم والمشاركه، والا بالعالم لا اكو مشاركه. وين اكو مشاركه باوروبا وبغيرها وبالديمقراطيه؟ ماكو، هاي المشاركه بس عندنا. هذا الخطاب جديد؟ لا مو جديد، انا اقول لك لا، هذا مو بالايام اللي جايه حتى توصلون صوره شنو انتم او كيف شرح تعاملوا. لا من حقنا احنا، من حقنا حكم الديمقراطيه هو ان الاغلبيه تحكم. هذه الاغلبيه الضوم اغلبيه شيعيه واغلبيه سنيه وياها، قطعا راح يجي مجموعه من السنه في المستقبل ومجموعه من الكرد في المستقبل سينضمون الى هاي الكتله الكبيره ويبدا حكم البلد بهذا الاتجاه. اما التوافق ما يستمر، ماكو بلد بالعالم استمر به حكم التوافق لعشرات السنوات، ما ممكن. يعني انت لا هسه اعطيتني صوره مستقبليه او للفتره اللي جايه، حتى مو مستقبليه بعيده. طيب شنو اللي راح يصير؟ هذا تقول خلاص توافق لا بعد ماكو؟ مو هالشكل، انا اقول لك بانه ممكن بان هذا يصير ومن حقنا ان نسوي، ولكن احنا جايين نجمد الاغلبيه ونجري نقول يا اخوان تعالوا نفتهم على اداره البلد وعلى شراكه البلد وعلى مفهوم الشراكه ومفهوم التوافق. اتفقنا، ينتهي لفتره 10 سنوات صار لنا هسه بعد هذا. جيد جيد حجي، بعد هذا كلامك الناس هسه افتهموا او هم او وضحت الصوره اكثر، هم هذا اللي جاي خايفين من عنده، خايفين انه لا توصلون لهي المرحله وتقولوا لهم شكرا روحوا قعدوا انتم معارضه. ماكو قعدوا، ها؟ معارضه خلاص، اذا لا اكو مناصب، لا اكو واجهه قدام ناخبيهم، راح يصلون لهي المرحله يعني، او انتم راح توصلون لهي المرحله. قد في المراحل القادمه جزء من الكتل السنيه اللي موجوده تتفق مع الكتل. الان مو عندنا تحالف وطني؟ زين، ها؟ هو احد برامجك التحالف الوطني؟ التحالف الوطني تنظم جزء من هذه الكتله تتوافق مع التحالف الوطني في اهدافه، وصير كتله كبيره بعد اكبر من السابق اللي موجود. اعتيادي ماكو بلد بالعالم الديمقراطي ان الكل مشتركين بالحكومه، لازم جزء اكو معارض. حتى هذا كلامك ما راح يطمنهم، بس انا ما اذا اكون مدافع عنهم. 6 سنوات صار للتحالف الوطني مريض بس ما تفلش، ما قدر احد يطلع من عنده. انتم ممسوكين بطريقه قويه، والدليل انه انتم بعد كل الخلافات اللي صارت قررتوا النظام الداخلي اول تلبار. هذا جيد، هذا جيد، انا هذا جيد انكم مجموعه متحده، مو كل كلت الشرذم، مو كل احنا نشرذم. اذا الشرذم التحالف ضاع البلد. زين، انا اقول لك الان لو يشرذم التحالف الوطني ما اصبحت كتله كبيره، انتهى البلد وسادت الفوضى بالبلد. لازم اكو كتله سياسيه كبيره تدير البلد، هذه الكتله يجب ان نقر ونعترف. يا اخي يا اخواننا يا شركائنا السياسيين، يجب ان نقر ونعترف ان هناك كتله سياسيه كبيره تمثل الشعب العراقي، اغلب الشعب العراقي، هاي هي اللي موجوده. هذا الكلام
يتعارض ويا الترويج اللي صار للتسويه السياسيه ورقه التسويه، قضيه تصفير المشاكل لا غالب ولا مغلوب. لا هي هاي جزء من عندها، جزء من التسويه السياسيه. تعال انا موجود، ها زين، انا امثل اغلبيه، تعال نتفاهم انا وياك، ها كيف نوقف نزيف الدم، ها كيف نوقف المشاكل اللي موجوده. احنا الان نريد ضمان شلون راح ترجع المناطق المحرره، مو تمام، الموصل ستحرر ان شاء الله وسينتهي داعش. ونفس السياسيين، جزء من السياسيين هم شاركوا في سقوط الموصل، صعدوا بالمخيمات وصعدوا على المنصات، وهذا قال لهم هاي الحكومه تعبت، تعبنا وياها، ردنا حاولنا عليكم بها، روحوا فجروا، روحوا سووا، روحوا قتلوا، مو تمام ولا مو هذا المنطق اللي موجود، هذا المنطق اللي سمعناه. ذكرتني بحكايه بتقول حكومه الاغلبيه أو حكم الأغلبية، وإحنا عندنا شركاء، كان أكو لقاء أنا وياك بنفس البرنامج، بنفس هاي قعدتنا قبل حوالي 6-7 أشهر، بنهاية البرنامج قلت لي المالك راد حكومة أغلبية سقطوا له الموصل وقال له روح سوي حكومتك. إيه المالكي كان هسه هذا نفس التفسير رجعنا عليه. لا مو هالشكل، لا المالكي كان رادها حكومة أغلبية مباشرة بالانتخابات باتجاه واحد بصراحة، وعاقبه عاقب المارد الأكبر وسقط الموصل، وموجودة هاي المعلومات. من المارد الأكبر؟ مارد أمريكا، مارد أكبر أمريكا. أمريكا قالت تسوي أغلبية، ها القوى الكبرى تريد أغلبية تسوي وتأخذ البلد على صفحة، مو طلع وزير الدفاع الأمريكي في الكونغرس الأمريكي في مقابلة في استجواب أو استضافة، قالهم كنا بين خيارين، بين خيار بأنه أن المالك يشكل حكومة وينجح، وبين أن نسكت عن سقوط الموصل، ما يقدر سقط. فلذلك احنا علينا من كانوا يحاسبوا انه شلون انتم استخباراتكم وقواكم والاواكس والاقمار الصناعيه، شلون داعش دخلت، شلون سمحتوا بسقوط الموصل، موجود باليوتيوب. بس مثل ما سمحوا للمالك ما راح يسمحوا للتحالف الوطني. احنا الان مو فقط يحكم التحالف، لا ممكن شوف حتى التحالف الوطني هسه اي حزب يفوز بالعالم، ها يعني هسه الحزب الجمهوري من فاز في امريكا راح يطعمها بش كم شخصيه من الشخصيات اللي موجوده، هذه مو في هذه الدوره او الدوره القادمه. وعدكم دعشنا بصوته وياكم دعشنا بسنه. هذول لهم حقهم؟ قالوا انتم اشتريتوهم. شلون اشتريناهم؟ ليش ما اعرف هم يقولون عليهم. يقول لك ذولا كل واحد اشو عندنا مجموعه مقاتله وجاي قاتل هناك موجود، قسم عندنا 27 فصيل 27 فصيل سني. زين. ها احنا مع الاسف نتكلم بهاي القضيه اللي موجوده السنه والشيعه، 27 فصيل سني قاتل في داخل الحشد، نسبه الحشد السني اللي يسموه حشد عشائري وكذا 35% من قيمه الحشد، من عدد الحشد اللي موجودين، الان يستلمون رواتب ذولا، يعني حصه رواتب الحشد 35 جايه تروح، وهذا الحديث مو من عندي، الحديث من الاخوه ممثل السنه. جيد. انتم هسه بعد ما صارت الهوسه ما دخلوا للجلسه اتحاد القوى، انسحبوا، رجعتوا تبددون مخاوفهم، قضيه الانتشار، قضيه التمثيل. لازم نبدل. زين. احنا ما نريد نطلعهم داخل العراق ولا نقول لهم انتم مالكم شغل بالعمل السياسي. قلت لك عن مخاوف الشارع، الشارع لازم. يقول كل ما يصير خلاف بيناتكم يعني اكو تفجيرات. اكو فرق. بس اسمح لي، ليش ما بددتوا مخاوفهم من البدايه؟ والله خلينا نفرق بين الشارع السني اهلنا ووادمنا وبين السياسيين. اكو فرق. هو مو ما انتخبوهم؟ لا اخوي انتخبوهم وعافوهم، تركوهم ما حدهم، اشو ما حد وقف وياهم، ولا واحد بيهم جرح ولا واحد بيهم ضحى، بس عوائل المساكين اللي راحوا. الشارع الان اللي موجود، النساء هاي والعوائل النازحه اللي جاي يوصلوا لها رجال الحشد الشعبي والجيش والشرطه، مو بس الحشد الشعبي، حتى ما نبخس الجيش جاي قاتل، قوات مكافحه الارهاب جاي تقاتل، الشرطه الاتحاديه جاي تقاتل وتعطي ضحايا، وضحايا كبيره وعندها محور. الان احنا جاي نركز على الحشد الشعبي لانه صار تشكيل جديد، والا الان في معركه تحرير نينوى ومعارك تحرير الحويجه وغيرها ان شاء الله كل واحد محوره، الحشد محور من المحاور، والبيشمركه محور، والجيش محور، والشرطه الاتحاديه محور، والعشائر محاور الان مقسم العمل، والكل تطرح ضحايا وشهداء. فلذلك المخاوف، مخاوف والقلق، قلق السياسيين، وارجع مره ثانيه اقول قلق السياسيين ان شاء الله وراح يتبدد من خلال التعليمات اللي عندها رئيس الوزراء، من خلال ضمانات معينه احنا قلنا لهم من الاول. راح ارجع على هالموضوع. بس بصراحه الشرطه الاتحاديه والجيش وعشائرهم او ولدهم ما وياهم مستشارين ايرانيين، السلاح ما يجيهم من ايران، يقول لك انا هاي مناطق طبوا بها الايرانيين بعد ما يطلعون. انا اسالك، وصلوا يمي. انا اسالك سؤال، بيتك محترق زين، ويجي واحد يوقف وياك يطفي النار مال بيتك، ها الشتمه وتطردك؟ سؤال اسالك، حتى لو عدو، لا انا اسالك سؤال، حتى لو عدو بيتك لاهب به النار من كل اجزاء بمنطقه صفويه والفارسيه اللي موجود، اي لا ما خلي يطفي. ليش اذا هسه بهذا المنطق
شنو صفوي فارسي؟ ليش فارس جاي؟ انا ما ادري هم يقولون هسه ليش, ليش صفوي فارسي؟ مو دوله اسلاميه ها؟ مو دوله جاره، ليش صفوي فارسي؟ ها؟ هو شنو الفرق بين تركيا اللي موجوده وبين ايران؟ هاي دوله جاره وهاي دوله جاره، هذه قدمت وساعدت وجابت يعني قدمت وجابت. انت تسالني شنو الفرق؟ دام مبين انه هاي التوجهات العقائديه شنو هاي التوجهات؟ هاي شيعيه هاي سنيه، اي وين هالدوله السنيه اللي جابت سلاح؟ انا اسالك سؤال ما ابي شيء، خلينا نقول وين عندنا السعوديه ها وعندنا تركيا جيراننا تمثل العمق السني اللي موجود، وجابوا للعراق من اسلحه، وايش اضطروا العراق؟ واحد جار بيتك محترق جاي يجيب لك اسلحه ويجيب لك مستشارين ها او يعطيك عتاد ها ويساعدك شتم بيه ويقول على ابوك لا ابو اهلك انت صفوي انت فارسي انت عجمي انت ما بيك خير انت عدو الي انت عدو للشعب العراقي وهذاك يتامر عليك ها منين داعش دخلت؟ وين معسكرات داعش؟ ها وين 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 معسكرات؟ وين تدربوا داعش؟ وين يعالجون داعش؟ مو الكل يدري بانه داعش، حتى الغرب يصيح داعش دخلت الى سوريا والعراق عبر تركيا، عبر ممرات تركيا. الاف اللي اجوا من داعش من اوروبا وين شلون اجوا؟ طاروا بطيارات ونزلوا بسوريا والعراق، يو اجوا لتركيا بجوازاتهم وياخذوهم يستلموهم من المطارات ويعبروهم ويوصلوهم لسوريا والعراق. بلد يقدم لك مي واكل ومساعده، وبدل يقدم لك نار او مقاتلين ها ضدك ويقتلون بيك، هذا تبوسه بخده وهذا تبصق عليه، وين العداله؟ يا اخي عداله حطوا بيناتكم. ما يقتنع هذا كلامك، لا يقتنع. اكو شارع، اكو شارع واكو توجهات. الذي لا يقتنع سياسية. الذي لا يقتنع والله سياسية. والله الذي لا يقتنع بالواقع فهو غير وطني ايا كان. اني هسه تركيا تقدم لي مساعده وتجيب لي سلاح وتجيب لي رجال وتجيب لي مستشارين، اسيبها واحكي عليها؟ ليش احكي عليها؟ ها السعوديه اذا تقدم لي سلاح ورجال وتقول لي انا اوقف وياك، انا ضد داعش، انت اخوي المسلم، انا اوقف وياك، انت اخوي العربي، انا اوقف وياك واساعدك، اشتمها؟ ليش اشتم السعوديه؟ ليش اشتم قطر؟ ليش اسب تركيا؟ ها نفس الشيء. زين ليش احنا ليش هم ما العرب ما قعدت وياهم ما قلت لهم ليش ما رحتوا للسعوديه طلبتوا احنا حتى نسوي توازن؟ حبيبي رحنا وزرنا، انا زرت الان انا ثلاث زيارات للسعوديه زين ها ولقاءات وقعدات، تعالوا يا اخوان تعالوا يا كذا، وتنقطع العلاقه احنا لو العرب شنو راتهم شنو راتهم حتى يكون تكون القضيه منطقيه حتى نقارن بين الحالتين؟ لا ما يعني هسه مو مال الاعلام وشي وكذا، هذه لقاءات سريه. لا مو انت هسه حددت موقف الايراني، لكن اذا شوف موقفهم شنو؟ ما ما ما, ما جانا شيء، ما جانا، مدينا ايدينا ما جونا صراحه، مدينا ايدينا الى السعوديه والى تركيا. اقول لك تركيا كم مره جتنا الان وارداتنا احنا من تركيا تعادل وارداتنا من ايران ضعف، هنا 20 مليار هنا 10 مليار، مو هالشكل؟ اي اخو هذا جاي يستفيد من عندي ضعف، والنفط ما يروح عبر ايران، النفط العراقي سواء نفط كردستان او نفط داعش او نفطنا احنا يروح عبر تركيا، وتركيا تستفاد من عده، مستفيده من وارداتها من صادراتها لنا، مستفيده من النفط، مستفيده من التهريب، مستفيده من الارهاب، مستفيده من تدريب ها كله، ومن قضيه الازمه السوريه وهي ضدك، وهذا كل شيء ما مستفيد يقدم لك هسه ما دافع ها لو ايران تصير لو ما دافعت وهذا اللي يخوفهم بعد اكثر. لو ايران ضد الشعب العراقي اوقف ضد ايران، لو ايران ضد تطلعاتي اوقف ضد ايران، لو تركيا وياي اوقفت، انا اريد واحد يوقف وياي، انا في حريق، انا في بحر من الدماء، انا اشلاء تتقطع، اريد واحد يوقف وياي يحط ايده بايدي يقول لي انا وياك اوقف. هذا اللي اريده. انت من مصادر القرار المهمه بائتلاف دوله القانون التحالف الوطني، قعدتوا وياهم شرحتوا لهم الوجود الايراني شنو؟ والله قعدنا اخواننا يدرون، اخويا كل اخويا نصهم يروحون لايران ويتركون واصل هالمرحله والعداء. هذا الحكي من ذاك المنصب ثلاث ارباع مو اذا مو نصهم يروحون ويلتقون علاقاتهم بالمسؤولين الايرانيين، اعلام هذا فقط اعلام شاشن واصل هاي المرحله طبعا. اقول لك الان تقول له بالتالي هو تحشيد للشارع، قضايا انتخابيه، قضايا انتخابيه بصراحه، وخلي يحترق البلد طبعا. المهم وصل نتيجه، مو خلي يحترقون اهلهم، خلي يموتون اهلهم، مو هالشكل زين. انا حريص على بلدي واهلي وناسي ها، مو صحنا احنا بالمنصات يا اخوان، هاي المنصات داعش والله، يا منصات القاعده، هذا مو طلع واحد بالانبار ويقول حنا تنظيم القاعده ها نقيم الحدود ما ادري شنو نقطع الرؤوس، مو انشد نشيده واضح ومنقب
وبالمنصات مال الانبار، وقلنا يا اخوان يا اهلنا، انا رحت للانبار، انا رحت للانبار وزرتهم بالانبار والعشائر ومديرة الشرطه، وقلنا لهم يا ناس احذروا، والله راح يصير الانبار مثل سوريا، حافظوا على الانبار، حافظوا على صلاح الدين، حافظوا على نينوى، والله رحنا زرناهم. جاتك وغايه وراها، وممكن اللي وصلنا لهاي المره. وتالي هاي الداعش نفسها اكو قتلوا عيفان العيساوي الله يرحمه، وقتلوا فلان، وايش بقى مضيف عامر، بقى أكو عامر، اكو قضايا اكبر رادوني رادوا يطلعون غرابها بالقانون الحشيد. منو رادوا؟ هم القوى شركائكم. اكو شيء قضية سياسيه، قضيه سياسيه، لا قضيه، انا تسالني قضيه سياسيه. كل واحد يريد عنده تجمع حتى يدخل بيه، كل واحد يخلي جماعه، ومع هذا مع اشكالاتهم قلنا لهم يا القائد العام القوات المسلحه التقوا بي قبل يوم، تقوا بنفسهم قبل، قال لهم يا اخوان انا اضمن لكم بانه راح نصدر اوامر ديوانيه، ها، ونخلي تطوع لبعض فصائل الحشد اللي موجوده اللي راح يجون، واطمئنوا بها. قال الان سوي امر ديواني. معقوله يعني الان سوي امر ديواني؟ يلا نطبق. الاخ احمد الاسدي، ها، هو نفسه يعني اسبوعين حوارات، اسبوعين يعني وصلنا الى نتيجه، الى نتيجه لما اشوف واحد هيك ما يريد يقر القانون. فقلنا لهم يا اخوان راح نقر احنا، وضماناتكم، ها، وقلقكم، قلقكم مبدد، وخوفكم ان شاء الله نطمئنكم، والضمانات نعطيكم بان احنا لا راح نعوفكم ولا راح نعوف شعبنا السني واهلنا السنه، ونحامي عن اهلنا السنه كما نحامي عن اهلنا الشيعه، وهذا الواقع اللي موجود. والان الحشد الشعبي، كانوا يقولون الحشد الشعبي جماعات مسلحه، الحشد الشعبي ميليشيات، الحشد الشعبي يقتل. من نحط الحشد الشعبي ونسوي له قانون وننظمه على السكه ونقول القوانين العسكريه تطبق على الحشد الشعبي، الجزائر يتطبق على الحشد الشعبي، العقوبات تطبق على الحشد جيد الشعبي. جيد هذا بس من استثنى العمر والشهاده، راح اجي اقول انا تشكيل عقائدي هذا. لا، العمر والشهاده اول شيء بالقانون ماكو عمر شهاده. ماكو هذا. لا يستثنى. لا ماكو ابد، ماكو ابد. شالت هاي؟ ابد ماكو نهائيا هذا القانون هسه. جيبه اذا ابي كلمه عمر وشهاده حرف واحد، انا اتحداك، اتحدى اي واحد. ماكو القانون كلمه هناك. الامر الديواني 91 اللي هو بيه تفصيلات، ماده بسبع فقرات، كل شيء السبع فقرات تنظيم. شوف احنا مو نقول بين ذولا قسم من عندهم ميليشيات، جاي يقول بانه اي واحد عنده توجه سياسي ممنوع يشتغل بالحشد الشعبي. الحشد الشعبي يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحه، ممنوع التنظيم، ممنوع الميليشيا، ممنوع السياسه، يرتبط بالقائد العام، يخضع للقوانين العسكريه والضوابط العسكريه، ها، الرواتب وغيرها يحددها مثل وزاره الدفاع يحدد القائد العام للقوات المسلحه، الانتشار والغير مو يحددوه امراء الفصائل او امراء السرايا، يحدد القائد العام للقوات المسلحه. سنوات انت 8 سنوات بوزاره الداخليه، بلي. الاربع سنوات الثانيه انت على راسها على اعتبار انه ماكو وزير. كنتوا تعانون مهسه قضيه كلها تدري بها، كنتوا تعانون من قضيه انتماءات الانتماءات الحزبيه اللي موجودين بالسلك اللي عندك، هذا كان يتعاون وياهم يتعاطف وياهم، شلون راح اسحب الاجنحه العسكريه من فصائلها واجي اخليها بالقانون؟ قانون هنا قانون صارم، الحكومه العراقيه تكون قويه جدا، ها، تمنع اي تنظيم سياسي في داخل الحشد كما تمنع اي تنظيم سياسي في داخل الجيش والشرطه، وكنا نحاسب اذا واحد يثبت عليه اي ولاء سياسي او تنظيم سياسي نحيله محاكم، يصل الحكم الى 15 سنه. فالحكومه العراقيه، القائد العام للقوات المسلحه يكون حازم وحاسم ويطبق القانون العسكري ذيك الساعة. لا نقول هذا باك ثلاجة، ولا نقول هذا شال مدري شنو، اعتيادي كتجمع شبير. خلينا استفاد من الوقت. نعم. الأمر الديواني يقول جهاز شبيه بجهاز مكافحة الإرهاب. ماكو شيء الأمر الديواني. احنا الأمر الديواني مو القانون. احنا الآن قانون عندنا، احنا الآن أمر الديواني حبيبي انتهى لأنه لفترة معينة. الآن عندنا قانون، القانون يقول الحشد الشعبي هيئة معنوية، ها، هيئة عسكرية ذات شخصية معنوية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتكون من تشكيلات وفرق ايضا وفق القانون العسكري، ممنوع 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 ممنوع. بس هذا القانون مو راح يرجع ينظم عمل الامر الديواني؟ ينظم، لا ينظم القائد العام للقوات المسلحه بتعليمات. امر ديواني جديد؟ لا مو امر ديواني، تعليمات سموه. الامر الديواني قرار رئيس الوزراء، التعليمات شبه قانون. عندنا قانون، عندنا دستور، عندنا قانون، عندنا تعليمات. التعليمات من تصدر تنظم، تقول هيكليه مثل 5 فرق 6 فرق، تقول كذا الويه بي، تقول الراتب هالقد، يقول اعدادهم هالقد، يقول مكاناتهم هالقد. هذاك ينظم العمل اللي موجود بالمحافظات، وين يتواجدون، هل عندهم استخبارات ما عندهم استخبارات، الزي مالتهم كذا، كله. استعرض الرايين. اي اتحاد القوى اعتراض، يقول هذا
احنا نريد نحاسب المسيئين، هم قالوا الناس المندسين حتى لا يكون تعميم على كل افراد الحج الشعبي. انت تقول ما انتحصانه ما راح يعفي من عقوبات الخروقات اللي صارت. بالعكس الان هذا القانون يكون شديد على الحج الشعبي. قبل ماكو قانون، ماكو قانون ما لا اكو قانون عسكري. الان في وزاره الدفاع اكو قانون عسكري، اللي يعتدي يحاسب وفق القانون العسكري. في وزاره الداخليه اكو قانون قوى يسمونه قانون العقوبات، قوى الامن الداخلي، اي واحد يعتدي يسرق يضرب يعذب ما ادري شنو يثبت عليه ينحال التحقيق ينحكم، ونحكمه هوايه بايامنا وهسه موجودين هوايه اخطاء بشر يخطئ ينحكم. قبل هذا القانون ما تقدر اي واحد تحاسبه من الحج الشعبي لانه ماكو قانون. الان يقول لك هذا يشمله قانون وزاره الدفاع، يعني قانون العقوبات العسكري يشمله، فمعناها ينضبط ذيك الساعه اللي يقتل بغير ذنب، اللي يعذب، اللي يسرق لا سمح الله، اللي يخطئ، اكو قانون يحاسبه بشر اعتيادي يخطئ مره ويسأل. فالان اضمن، الان اضمن للوطن مو للشخص. صدقني قبل القانون انا اقول لك بانه القضيه ماكو ضمان بها، شلون تكون شهاده؟ يعني تكون شهاده لازم وفق القانون العقوبات العراق العام اللي موجود، مو وفق قانون عسكري. اما الان قانون عسكري يشمله ويحاسبه ويخليه على السكه. قبل كل واحد تابع الفصيل تابع الجهه. رحتوا تشكل هذا الموضوع، قالوا بدل ما يجون يطورون من عمل وزاره الداخليه والدفاع كقوه امنيه او دمجهم به، هذا الهيئة ضعفت. يعني هسه انت منتجي، خليني اتكلم بصراحه وزاره الداخليه، الحديث عن افراد الوزاره تشكيلات عباره عن تشكيلات، اتحدث عن شرطه الاتحاديه واحد، اتحدث عن قوات الرد السريع واحد، بالتالي الوزاره يعني ما ثبت بها وزير، وزاره هذا حالها، ما رحنا قوينا وممكن ادمجهم وخلي بقوات نخبه بداخل وزاره الداخليه. يعني الان قوه مقاتله قدمت شيء، قدمت ضحايا، اكو رؤيه جوز عند القائد العام للقوات المسلحه ورؤيه عند المسؤولين اللي موجودين كلهم بالدوله، لان هذه قوه تقريبا قامت بمهام فعلا، يعني مهام يعني نادره، ماكو بطولات نادره، فارادوا يخلوهم وحدهم كفصيل. يعني تجيب هذا تخليه من الشرطه الاتحاديه او غيره او فصيل، ما صار اتفاق عليه. والا انا طارح قبل فتره مثلا طرحت قلت بانه ممكن، بانه قبل من صار قانون الحرس الوطني انا قلت ماكو داعي قانون الحرس الوطني، نجيب مفهوم الحرس الوطني ندخله مع الاتحاديه ويصير اتحاديه شرطه اتحاديه، او يصير مثل قانون مثل مكافحه الارهاب. فاعتيادي هنا يصير نقاش ويصير اخذ ورد، فصار الاتجاه بانه لا احنا ما ندمجهم مع القوات المسلحه دمج، وانما نخليهم قوات مسلحة ويخضعون للقانون ولكن منفصلين. نفس الشيء يعني إذا ما دمجت الرؤية السياسية والأمنية راح نحتاج الحشد الشعبي بالمستقبل، حتى أو ممكن أرجع أقول أنه قضية اللي صار بالموصل وصول داعش إلى أطراف بغداد ممكن ترجع تتكرر مرة ثانية، وراح أحتاج إلى وجودهم بتنظيم أكبر حتى لا أحتاج إلى هاي الهبة اللي صارت. إذا بقت الوضعية السياسية وانا اختلف وياك وانا اشدك وشد علي وانا اتهمك وانت تتهمني، راح مره ثانيه يصعدون يصير منصات ويصعدون مره ثانيه ويسقطون المحافظات ونحتاج الحشد الشعبي. احنا ذيك الساعه اذا وصلنا الى استقرار سياسي كامل ذيك الساعه نص الاجهزه الامنيه هاي نصها تطلع، مو الحشد الحشد الشعبي. هسه بهاي صراحتك اللي تحدثت بها كلها باقين لو متصافين باقين على الخلافه؟ ان شاء الله متصافين ان شاء الله. مو امنيات، ما نريد امنيات، انا اقول الواقع اللي انتم بيه. الواقع ان شاء الله ان شاء الله نصافي، نضطر جميعا للتصافي. الوطن مصلحه الوطن، اكو عندنا شيء اسمه وطن ومصلحه وطن، كلنا نصعد لهذه المصلحه ونتصافى ونتسامى من اجل المصلحه الوطنيه، والا كلنا احنا نروح. اذا لا سمح الله صار شيء على الوطن، الان لو داعش مستمر بالتقدم والانهيار اللي صار، انهارت عندنا القوات العسكريه مو تمام، سقطت الموصل، ما كانت داعش منتصره، مو مواجهه ولا جيش، فد الف واحد اجوا دخلوا وعندنا 100,000 مقاتل، ذبوا اسلحتهم، صار انهيار بالمؤسسة العسكرية. صلاح الدين ماكو بيه قتال أصلا، صلاح الدين وحده وقعد، الشرطة شردوا، الجيش انسحب، انتهت سقطة صلاح الدين. الأنبار نفس الشيء، فانهيارات كانت مستمرة متداعية إلى حدود بغداد. كل الزيين هو هذا وقفها، هو هذا المختصر اللي خلي نختم به. جيتوا شكلتوا الحج الشعبي، دزيتوا لهم رسالة إذا حاولتوا مرة ثانية بمناطقكم تخلون الجيش يهرب
ترى بعد احنا ما نخاف من شيء، والحج الشعبي عندنا موجود وجاهز، لا راح نحتاج فتوى ولا راح نحتاج الناس ولا راح نحتاج سلاحهم، هم جاهزين عندنا. الحج الشعبي سيكون قوه وطنيه رادعه للارهاب ولمن تسول له مشيعيه ولمن تسول له نفسه من الشيعه والسنه. كما ان الجيش الان اصبح حديث عن الحشد الشعبي بصراحة قضاء. ليش؟ لأن أصبح قانون يغطي. فنحن نتجه إلى تعضيد هذه القوة وتعديلها وتجذيبها وتنظيمها وإعطائها مهام محددة. تلاحظ شلون كلمة مهام محددة، كل واحد إلى مهمة محددة. الجيش ليذهب الجيش إلى العقيدة العسكرية ويتدرب ويكون عندنا جيش قوي عراقي قوي كما كان قويا بالسابق. قوة جوية، طيران جيش، دفاع جوي، قوة برية، كوماندوز، مغاوير. والشرطة تهتم بالمواطن في خدمة المواطن يحتاج إلى خدمات، الشرطة تهتم بالخدمات، والجيش الشعبي قوة احتياطية. إذا ما احتاجينهم ذيك الساعة حبيبي، بعد إذا الله سبحانه وتعالى قدر ولطف بينا واتفقنا جميعا كسياسيين والبلد استقر، نص الداخلية ما تحتاجها. صدق صدق إذا رب العالمين قدر بس ما نص الداخلية ما تحتاجها، مو تمام ولا؟ عندنا 650 ألف شرطي شو تسوي بيه؟ الحشد الشعبي 150 شو تسوي بيه أو 100 وهكذا؟ إن شاء الله اسمح لي أنا أشكرك القيادي في ائتلاف دولة القانون نائب عدنان الأسدي، شكرا لك بصراحتك. حياك الله. شكرا جزيلا. صفاء التميم القيادي في سرايا السلام قال إن إرهابي داعش كانوا يرمون تفجير أحزمة ناسفة في داخل حرمين الإمامين العسكريين عليهم السلام واستهداف الزائرين. وأضاف التميم أن استخبارات سرايا السلام حصلت منذ يوم الأحد على معلومة تفيد بتسلل ثلاثة انتحاريين إلى المدينة المقدسة، وعلى أثر هذه المعلومات رفعت حالة الإنذار وكثفت عمليات البحث. وبين التميمي أن سرايا السلام وقوات الشرطة الاتحادية تمكنت من محاصرة الانتحاريين وقتلهم قرب مقر قيادة عمليات سامراء وإحباط عملية دخولهم إلى حرم الإمامين العسكريين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو السيد صفاء التميمي القيادي في سرايا السلام. حياك الله سيد صفاء. عليكم السلام. تفضل. حياك الله سيد صفاء من جديد. الله مرحبا. خليني اسمع من عندك اللي صار البارحه، شنو الدخول؟ انتم كان عندكم معلومات والبارحه يوم الاثنين اللي صار، انت بحسب تصريح لك اللي قريناه ايضا هسه من يوم الاحد عندكم المعلومه نفس العدد اللي كان موجود، المعلومه بالفعل هي شنو اللي صار من ناحيه دخولهم؟ ما اعرف الاستهداف، خليني اسمع هاي التفاصيل من عندك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناه الرشيد الفضائيه. في الحقيقة أن سرايا السلام لديها جهاز استخباري عالي الكفاءة ومنضبط، ولديه دقة في اختيار المعلومات، وحينما يصرح بشيء فهو يكون قد دخل الخبر إلى جهاز الاستخبارات وتمت مقاطعة هذا الخبر مع ما لديه من معلومات. بالنهاية هو يحول هذا الخبر إلى معلومة ويتأكد منها، ثم يصرح بهذه المعلومة إلى الأجهزة الأمنية المختصة بشأن هذه المعلومة. سرايا السلام لديها معلومة قبل الحادث بثلاثة أيام أن هناك نية للتواجد عصابات داعش الإجرامية، أو على الأقل لإحداث نوع من أنواع البلبلة في سبيل إيصال رسالة. نحن نعلم بأن رسالتهم دائما ما يريدون أن يقولوا بأنه نحن ما زلنا موجودين، هذا سأعلق عليه إن شاء الله تعالى. لكن يعني المعلومة تشير إلى أن العصابات الإرهابية تنوي الدخول. ما حصل يوم الأحد يعني المعلومة تأكدت بأنهم دخلوا، وصلوا إلى مكان معين، إلى مضافة معينة. المعلومة عندكم قبل الأحد بالضبط. الأحد تأكدت بالضبط زين. المعلومة تأكدت، ونحن لدينا برقية قبل الحادث بثلاثة أيام تفيد، وهذه البرقية أرسلت إلى الجهات الأمنية المختصة وخصوصا إلى قيادة عمليات سامراء بأن هناك نية لعصابات داعش الإجرامية الدخول إلى قضاء سامراء. طبعا يوم أمس الساعة 12:30 ظهرا بعد أن دخل هؤلاء يوم الأحد، رفعنا حالة الاستنفار من يوم الأحد، وكان هناك حالة تأهب قصوى لدى الأخوة في قيادة عمليات سامراء ولدينا أيضا في سرايا السلام. بالنهاية كان الانتشار كبير. الأخوة في اللواء الخامس من سرايا السلام من فرقة سامراء المكلفون بحماية قضاء سامراء،
هؤلاء الإخوة واصلوا الساعات بليل بالنهار وانتشروا بشكل دقيق ومنضبط جدا ودون لفت نظر عامة الناس والمدنيين إلى أن هناك مشكلة. شوف بس خليني أعرف هاي المعلومة، أنت قلت عندنا المعلومة أنه تأكدت من وصلوا للمضافة، المضافة هي مكان الانطلاق للتنفيذ. بالضبط. من وصلوا لهاي المضافة شنو اللي منع أنه أمنحهم حتى التحرك من المضافة؟ هم واصلين مسافة، 7 حسب. من رجال الأمن استشهدوا وواحد مدني، هذا حسب المعلومات اللي موجودة، بالتالي ليش ما تم منحهم المسافة ايش قد بين المضافة مكان تنفيذ العملية أو مكان إيقافهم؟ أنا خل أعطيك فكرة عن المضافة وحتى المشاهد الكريم أيضا يعرف ما هي المضافة. تنظيم داعش لديه في سياقات عمله، لديه ناقل، هذا الشخص الذي ينقل الانتحاري من مكان إلى مكان، لديه مجهز، ولديه أيضا ما إذا كانت سيارة مفخخة ما يسمونه بالراكن الذي يركن السيارة. هذه الأماكن أو الشخصيات الثلاثة تحتاج إلى مكان للتجهز اللي هو ما قبل انطلاق العملية، هذا المكان يسمى بالمضافة. أحيانا المضافة تكون ذات ساتر معين، يعني شخص معين أو عائلة معينة يتم استقبال هذا الشخص ولحين انطلاقه، وهذا المجهز الذي يجهزه ويكمل استعدادات النهائية بالتالي يطلقه إلى المكان الذي يروم تنفيذ العملية الانتحارية فيه. المضافة كانت في هذا العمل الإرهابي يوم الأحد ليلا هي في مكان اسمه زورة لعله، هذا محيط نهر دجلة من الجهتين مملوء بالقصب والبردي، هنا كان محل الاختباء. يعني لم تكن مضافة بساتر عائلي أو بساتر كان يكون أسواق أو شيء آخر، بالنهاية كانت المضافة عبارة عن مكان استقرار، بالتالي هو مو بيت أو بالضبط. مكان ممكن يكون محدد بالضبط. مشكل دقيق بالضبط زين. فكان هذه الزورة ممتدة إلى عشرات الكيلومترات. هذه القصب والبردي مكان كثيف جدا ويحوي على مزروعات كثيرة، يحوي على أشجار مرتفعة، القصب والبردي هذه سهلت اختبائهم. طبعا في اليوم الثاني اللي هو يوم أمس الساعة 12:30 بالضبط بعد صلاة الظهر، هؤلاء بدأوا بإطلاق الرمانات قرب مقر قيادة العمليات، قرب مهبط الطيران القديم اللي هو مقر قيادة عمليات سامراء المقدسة. مباشرة أنه عرف مصدر إطلاق هذه النيران تحرك الأخوة في اللواء الخامس من سرايا السلام، على اعتبار أنهم كانوا أصلاً منتشرين ويحاذون هذه الزورة من لمسافات طويلة. فبالنهاية أول ما انطلقت هذه العملية الإرهابية كان الأخوة حاضرين وعرفوا المكان. أنا حتى يكون الموضوع يأخذ حقه، لو كانت أي نوعية استرخاء في العمل العسكري وليس الأمني الاستخباري، لو لم تكن هناك جهوزية عالية وحالة استنفار وتهيؤ وتأهب لمثل هذه المعلومة لوصل هؤلاء إلى 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 الجراج، إلى جراج الزوار أو ربما إلى ما هو أبعد من ذلك. طبعا هو إذا عرف أبعد من ذلك بالفعل هو كان المخطط لوصول المرقد العسكريين. شوف عزيزي، سامراء المقدسة لها أهمية كبيرة لدى المسلمين عامة والشيعة على وجه الخصوص. كل المسلمين يعتبرون أن الأئمة الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام لهم ما لهم من الاحترام والتقدير في نفوس المسلمين. هذا المكان ذو حساسية معينة، لو حصل فيه أي خرق فربما يجر العراق ولعله المنطقة بأكملها إلى حرب طائفية. وعندنا تجربة بالضبط، هذا ما أريد الوصول إليه. هناك تجربة سابقة، هم يحاولون التوصل إلى هذا المرقد الشريف بأي طريقة كانت. طبعا بعد أن استنفذوا كثير من الوسائل الآن لجأوا إلى موضوع الانتحاريين، لأنه اطمئن لو كانت العمل العسكري يوم أمس لو كان متراخيا لاستطاع هؤلاء أن يصلوا على الأقل أن يصلوا إلى جراج الزوار الذي فيه عدد كبير من الزوار. جد يبعد جد المسافة عن مكان تقريبا كيلوين ونص، يعني مسافة بعيدة بالضبط. يعني لا هي بالقياسات العسكرية أيضا تعتبر منطقة بعيدة، لأنه يحتاج إلى كيلوين ونصف هذه المسافة يقطعها على الأقدام حتى يصل إلى جراج الزوار. لأنه لاقي ثغرة يعني ما راح يتأخر على حد ما يوصل إلى بالضبط بالضبط. فبالنهاية أن هؤلاء يعني كانوا يحاولون أن يوصلوا رسالة. الملفت للنظر أن سامراء المقدسة تشهد اكتظاظ للزوار
الوافدين من العراق ومن خارج العراق. زين. هذه الفترة طبعا نحن منذ يعني 1 محرم وإلى يومنا الحالي، إلى هاي اللحظة التي أتكلم فيها، هناك حالة يعني سامراء المقدسة تشهد إقبال لعدد كبير جدا من الزائرين. تخيل أنه يوم الأربعين، وكان عندكم أيضا تحرك باتجاه كربلاء بفترة الزيارة بهاي فترة الذروة من 10 محرم لحد 20 صفر. بالضبط. أتيك على موضوع كربلاء، يوم الأربعين فقط سامراء استقبلت ما يزيد عن 1,000,000 زائر. بالنهاية هذا العدد ضخم جدا ويحتاج إلى أن توفر له الحماية بشكل كامل. سامراء المقدسة هذه الأهمية التي تحظى بها جعلت من هؤلاء الإرهابيين يحاولون بين الحين والآخر أن يصلوا، لكن هذه الرسالة التي أوصلوها يوم أمس، نحن أوصلنا رسالة يعني بالاتجاه المعاكس أستطيع أن أعبر عنها، وأيضا من خلال قناتكم أوجه هذه الرسالة، أنه أي شخص يفكر مرة أخرى بالوصول إلى سامراء المقدسة سيكون مصيره مصير الانتحاريين الذين قتلوا. جيد. حتى تكون الصورة واضحة، هاي المنطقة الزورة اللي كانت مضافة لهم، قلنا هي منطقة ما راح تكون محددة، انت قلت عشرات الكيلومترات ووصولهم لهاي المنطقة، جيت تبعد السواتر، اكو سواتر ابعد من الزورة حتى ممكن يقول هم تجاوزوه او ما كان حائط صد لهم او تقدموا عليه، اكو مشكلة هاي المنطقة تابعة للجزيرة، عندكم انتم مشكلة ويا الجزيرة او المسك بها على اعتبار انه مساحتها كبيرة ومكشوفة، بالتالي الخطوط الصد بالنسبة للقضاء قضاء سامراء شلون تتعاملون وياه؟ مسك الأرض بالنسبة لي أعتقد أن فهمت ماذا تريد أن تقول عزيزي، خذ الامتداد حتى لا يكون بهذا القرب. بالضبط. أنا فهمت ماذا تريد أن تقول. المكان الذي انطلقت منه هذه الزمرة الإرهابية يوم أمس هي ليست إلى الغرب من سامراء، هي من جهة الشرق من سامراء المقدسة، يعني ليست من الجهة الغربية، نحن نمسك بقاطع الجهة الغربية بالكامل، صحراء نحن القاطع الذي نمسك به قرابة 7,000 كيلومتر مربع، يعني أنا مو هذا اللي يتحدث عنه، من كسارات النباعي جنوبا إلى قريب مكيشيفة، هذه مسافة تقريبا أكثر من 62-65 كيلومتر، من حوض الثرثار إلى شرق سامراء، إلى قضاء سامراء والمنطقة المحيطة بالمرقد الشريف، هذه مسافة كبيرة جدا. لم يكن مجيء هؤلاء من الجهة الغربية، ليس من جهة تكريت ولا من يعني ليست من الجهة الشمالية الغربية ولا من الجهة الغربية، إنما هم جاءوا من الجهات الشرقية. بالنهاية هؤلاء تسللوا، ما عندكم مسك أرض بهذا، هناك ليس لسرايا سلام يعني في الجهة الغربية من ناحية الدور والعلم وهذه قصدك الشرقية معكم. بالضبط. هذه ليس لنا فيها، نحن الآن نمسك بالقضاء، قضاء سامراء، الأخوة في اللواء الخامس يمسكون بقضاء سامراء والجهة الغربية بالكامل هي بيد سرايا السلام. هذه من أين جاءت؟ نحن في بداية مجيئنا قبل أكثر من 2 سنين لما كانت الانطلاقة الأولى لسرايا السلام يوم 1 رمضان 1435 للهجرة، هذه الانطلاقة الأولى كانت سامراء المقدسة فقط 700 متر حدود الحرم، دائرة 700 متر فقط هذه المؤمنة، وكانت المرقد الشريف كان يخضع للهاونات ليليا يوميا على اعتبار المديات ممكن توصل. بالضبط. زين. يعني مجرد ان وصلنا الى هناك الى الفلكه القائم مقاميه، الاخوه اللي رايحين لهناك يعرفون هذا المكان، هذه فقط اللي كانت من القائم مقاميه الى داخل المرقد الشريف، هذه 700 متر 700 وكم متر يعني، هذه فقط اللي كانت مؤمنه على اعتبار انه هناك ناس كانوا هم حمايه المرقد الشريف وكانوا موجودين. اما ابعد من ذلك في ذهابنا الأول، تخيل أنه معمل أدوية سامراء كان شنو بيد العصابات الإجرامية، ملعب سامراء كان بيد العصابات الإجرامية، ناهيك عن الجلام وعن جبيرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وناحية المعتصم وغير، هذه كلها كانت ساقطة بيد العصابات الإجرامية. لما وصلنا إلى هناك فقط اليوم اللي وصلنا 1 رمضان، اليوم الثاني بدأت عملياتنا باتجاه التحرير وفعلا حررنا، وصلنا إلى قريب يعني قريب الدور وتوقفنا إلى هناك على اعتبار أنه أمننا مدى إطلاق الصواريخ، لأنه أنت تحتاج إلى يعني 22-25 كيلومتر هذه تؤمن فيها، يعني بالتالي الحديث بعد ما كان عن 700 متر صار 22 إلى 25 لا كيلومتر. ابتعدنا إلى ما هو أكثر من ذلك، أكثر من 50 كيلومتر. تمام. هذه المناطق كلها مؤمنة. بعد ذلك إحنا سلمنا كثير من هذه المناطق إلى الجيش العراقي وإلى القوات الأمنية، وهذا كان موثق، وحتى في الأخوة في كادر قناة الرشيد أيضا رافقونا أيام التسليم. صحيح. هذا حديثك على أنه هاي كلها بالجهة الغربية، في الجهة الشرقية، لا الشرقية، الغربية تتحدث عن الغربية اللي بها الصحراء، لا
عفوا العمليات الاولى التي انطلقت كانت بالاتجاه الشرقي. زين هذه الى وصلنا الى يعني قضاء الدور وقضاء العلم، هذني في يصير الى الجهه الشرقيه من قضاء سامراء. زين الى الشمال من سامراء هي تكريت ثم الشرقاط وهكذا. الجهه الغربيه تبتدئ بالحويش ثم تنطلق الى القرى الى ان تصل الى بحيره الثرثار. هذه المناطق بعد ان سلمنا الى القوات الامنيه العراقيه والجيش العراقي الجهه الشرقيه من سامراء المقدسه، توجهنا الى الجهه الغربيه. كان في بدايه انتشارنا وحررنا الى خط اللاين، بعد ذلك انطلقنا يوم 3/3/2016 انطلقنا وحررنا بحيره الثرثار بالكامل من جهه جزيره سامراء. هذه المنطقة الآن مسيطر عليها بالكامل ولا توجد فيها أي خروقات. المشكلة الآن حتى تصل الرسالة جيدا، هذه الزورة وضعنا لها خطة أمنية خاصة ونحن في صدد تنفيذ هذه الخطة، وبدأنا لعله في تنفيذ هذه الخطة التي لن تصبح مكانا آمنا لهؤلاء الإرهابيين، لن يستطيعوا التواجد فيها لساعة واحدة. على الأيام القادمة ستكون لنا إن شاء الله تعالى يعني ترتيبات جديدة في هذا القاطع. طيب فيما يخص عاشوراء وزيارة الأربعين، أتمنى باختصار حتى لا نتجاوز على الوقت، بس على مود تكون الصورة واضحة والانتشاركم اللي كان بالمنطقة. منذ 1 محرم هذه السنة كان هناك طلب من الأخوة في قيادة عمليات كربلاء المقدسة والأخوة اللواء 16 من الشرطة الاتحادية من سراي سلام، أن بعد أن استنفذوا كل عناصر قيادة عمليات كربلاء إلى داخل كربلاء المقدسة على اعتبار أن كربلاء ستشهد زيارة كبيرة جدا. صارت أكو تفجيرات بالضبط. هذه التفجيرات تقع في الصحراء في منطقة عين تمر، هذه اللي عرس اللي كان هناك. وبالنهاية فهذه المناطق استنفذت كل العناصر الأمنية، طلب الأخوة قيادة عمليات كربلاء من سراي سلام أن تمسك بكثير من الثغرات. فعلا عملنا استطلاع جوي واستطلاع بري لهذه القاطع الصحراوي الذي هو يربط فيما بين كربلاء المقدسة و محافظة الأنبار ويربط فيما بين كربلاء المقدسة والحدود العراقية. كانت هناك ثغرات، نعم شخصنا هناك ثغرات كثيرة منها وادي الخضيرة ومنطقة السبايا وكفر الرزازة، هذه المناطق كثيرة أنزلنا فيها الأخوة الفرقة الثالثة من سراي السلام فرقة كربلاء، وفعلا نشرنا 3 ألوية من الرد السريع اللي هو الرد السريع لكربلاء والنجف ومحافظة الديوانية، هذه 3 ألوية نشرناها في القاطع الصحراوي. بعد ذلك بعد نجاح الخطة الأمنية لزيارة عاشوراء، تعلم أن زيارة الأربعين تحظى بتوافد أكثر عدد من عاشوراء، ولعلها هي قمة الزيارات لدى المسلمين الشيعة في عموم العالم. بالنهاية فكان الأخوة أيضا لسراي السلام، الفرقة الثالثة أيضا بقيت في مكانها، الفرقة الثانية أيضا انتشرت في كربلاء المقدسة. كان انتشار مؤقت هذا لحد ما انتهت لا الآن الأخوة في الفرقة الثالثة بقي مكانهم على اعتبار أنهم أصلا موجودين منذ أكثر من سنة ونصف، هم موجودين في قاطع النخيل. أيضا الفرقة السابعة، هذه الفرقة الثالثة التي يعني الفرقة الثالثة في صحراء سامراء، الفرقة الثانية في داخل عفوا في صحراء كربلاء، والفرقة الثانية في داخل كربلاء المقدسة، والفرقة السابعة انتشرت في القواطع التي هي اليوسفية واللطيفية والمحمودية، هذه ليس على الشارع العام وإنما في المناطق الزراعية، هذا اللي من أجل تأمين زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. جيد، اسمح لي أن نختم ويا حضرتك وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات أكثر حتى نوضح صورة أكثر حول المناطق بتأمينها بها صورة، لكن الوقت داهمنا. اسمح لي أن أشكرك السيد صفاء تميمي القيادي في سرايا السلام، شكرا لك ولحضورك. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، عندنا موعد يتجدد يوم غد، مع السلامة.